اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في خير وفي احسن صحه واحسن حال. اشهر تقنيه حاليا بتعالج كل مشاكل الشعر هي تقنيه الخلايا الجذعيه. فكره الخلايا الجذعيه دي بتعالج اي مشكله عندك او عندك مهما كانت. طب ايه فكره الخلايا الجذعيه؟ الخلايا الجذعيه هي عباره عن خلايا ببقى بستخلصها او بطلعها من الياف النباتات، وفي نفس الوقت ابدا احطها على فروه الراس. بتعمل حاجتين مهمين جدا، اول حاجه بتزود نمو الشعر ودورة النمو بشكل ملحوظ جدا، الحاجة التانية انها بتصلح الشعر التالف وتخلصه من السموم وتأخر الشيخوخة بتاعته وبتديله مظهر رائع وحيوي جدا. بس بقى للأسف الحلو ما يكملش، في مشكلة خطيرة في الموضوع ده، انها مكلفة جدا. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا لو حبيت ازرع خلايا جذعية او اعمل الموضوع ده هلجأ لحل من اتنين. اول حاجه هي زراعه الخلايا الجذعيه في فروه الراس، والتكلفه بتاعتها عاليه جدا، بتوصل ل 1650 دولار زائد تكلفه استخلاص الخلايا نفسها. يعني الاستخلاص ليه تكلفه والزراعه ليها تكلفه تانية. ده حل. الحل التاني ان انا ممكن الجا ان انا اعمل حقن بلازما للشعر، ودي برضو اسعارها غاليه جدا، بتبدا من 30 دولار في الجلسه الواحده في مصر، اما بره مصر بيوصل السعر ل 300 دولار. طب ايه رايكم بقى النهارده وكالعاده وزي ما انتم متعودين مني ان انا كل ده بلاش منه، وهجيب لكم حاجه بسيطه جدا، وهي امبولات رائعه جدا بتحتوي على الخلايا الجذعيه وزائد حاجات مهمه جدا للشعر. في حلقه النهارده هقول لكم كل حاجه عن الامبولات دي، تستخدموها ازاي وتستخدموها ازاي بطريقه تجيب نتيجه افضل، وايه الحاجات اللي ممكن تستخدموها معاها علشان تبقى نتيجه سريعه جدا. هقول لكم اللي محدش قاله لكم عن الامبولات دي، خليكم معايا وسجلوا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. الامبولات اللي بكلمكم عنها النهاردة اسمها هير ميكس امبول. الامبولات دي رائعة جدا، سعر الامبول الواحد 25 جنيه. الناس اللي بره مصر هتلاقيها في صور تانية، طبعا في بدايل ليها زي فيتولوجيست 15 او فيتوسيان. التلات حاجات دول تقريبا نفس الحاجة، بس جوه مصر اسمها هير ميكس امبول، بره مصر هتلاقوها في الشكلين اللي قلت عليهم، فيتولوجيست 15 او فيتوسيان. هير ميكس امبولات مش بس فيها خلايا جذعيه، لا دي كمان فيها حاجات مهمه جدا، زي مثلا عندكم الكافيين، والكافيين مهم جدا للشعر، واي فيديو بتكلم فيه عن منتجات الشعر اقول لكم الكافيين مهم جدا. وفي كمان بنسينول، وده برده من اكتر الحاجات المغذيه لفروه الراس، وفي مجموعه من الزيوت زي مثلا زيت الارجان وزيت الجوجوبا وزيت جنين القمح، وبالتالي فهي خلطة مميزة جدا لفروة الراس، وممكن يستخدموها الناس اللي عندهم تساقط شعر، الناس اللي بتعاني من بدايات الصلع، او الناس مثلا اللي شعرها بيقع نتيجة انه الاكل بتاعها مش مظبوط، او الناس اللي بتعمل دايت، او مثلا في ناس شعرها بيقع نتيجة ضغط عصبي. فيعتبر كل الناس دي تقدر تستخدم الامبولات دي بشكل امن جدا، لان هتحقق معاهم نتائج رائعة جدا، وفي نفس الوقت مش بتدي اي اعراض جانبية. يبقى الامبولات دي بتعالج كل حالات تساقط الشعر، بتساعد على نمو الشعر، وبتدي سمك للشعر ولمعان ونعومة وحيوية، فيعتبر فيها خصائص كتير جدا كلها بتبقى في أمبول واحد. نيجي بقى للاستخدام. الاستخدام بسيط وسهل جدا. أول حاجة ان احنا بنغسل شعرنا وبعدين بنشفه، وبعدين بنفتح الأمبولة وبنبدأ بقى نحط منها بشكل طولي على فروة الرأس، بالطول مش بالعرض، بالطول على كل فروة الراس حسب ما يعني ما فروة الراس تقضي. مش لازم تخلصيها، لا يعني ممكن تقضي معاكي مرتين او ثلاث مرات حسب ما الشعر يحتاج. وبعد ما هتحطي على كل الشعر هتبدأي تعملي عملية تدليك لطيف لمدة 15 دقائق، والكلام ده بيتكرر مرتين في الاسبوع. ومش بتغسلي شعرك بعد ما بتحطي الامبول ده، يعني انتي بتحطي وبعدين بتدلكي وخلاص بتسيبيه ينشف على الشعر، مش بتغسليه غير بعدين يعني بعدها بيوم او بيومين. طيب
طيب نيجي لنقطة مهمة جدا في الحلقة، وهي ازاي اخد فايدة اعلى، او ايه الحاجات اللي ممكن استخدمها مع الأمبولة دي علشان تجيب نتيجة اسرع. بس قبل ما اقولكم على الحاجات دي، خليني اقولكم على شوية تحذيرات وناس ممكن ما ينفعش يستخدموا الحاجات دي. اول حاجة، الاطفال اقل من 10 سنين ما ينفعش يستخدموها. بالنسبة لو سيدة حامل او بترضع، هي امنة ما فيهاش مشكلة، بس لازم ترجعي للدكتور الاول. وطبعا الناس اللي عندها سكر او ضغط او تجلط في الدم او سيولة في الدم او اي مرض في القلب، برضو يفضل بلاش يستخدموها، او استخدميها بعد ما ترجعي للدكتور اللي بتتابعي معاه. نيجي لاخر جزء في الحلقة، ايه الحاجات اللي تاخديها مع الأمبول ده علشان تجيبي نتيجة كويسة جدا ويبقى فيه نتيجة افضل. اول حاجة هنستخدم حاجتين، هنستخدم شامبو وهنستخدم اقراص. افضل شامبو ممكن تستخدميه مع الأمبولات دي وبيزود من التأثير بتاعها ويحسنه، هو شامبو سترونج فيل، لان سترونج فيل زي ما قلنا غني بالكافيين، فهو مهم جدا جدا، ولو استخدمتيه اثناء ما بتستخدمي الأمبولات ده هيزود جدا من النتيجة بتاعته. وتاني حاجة هي اقراص رويال في جي. رويال في جي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، اللي ما شافوش يقدر يشوفه من الدايره اللي هتطلع لكم فوق. دي اقراص مهمه جدا جدا، هنستخدم قرص بعد الفطار وقرص بعد العشاء. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده، وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حته، ولو عندكم اي سؤال سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.